حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم رشدي إبراهيم محمود من التهم المنسوبة إليه. شكر، ربنا يخليك يا أستاذ. الله يبارك. صباح الخير. هما جم؟ جوه من ساعة. ايه اللي اخر؟ الناس كانوا هيمشوا. اعمل ايه؟ القضية طلعت اخر الرول. ما قلنا نأجل قضية النهاردة وبلاش تروح انت. نهايته. ادخل احسن الناس قلت. انا اسفة جدا اتأخرت في المحكمة. لا لا معلش. المهم ان حضرتك وصلت. لكن لازم الموضوع ينتهي النهاردة بأي شكل. ان شاء الله. استاذه ما تخلص. تخلص ده ايه؟ الساعه بقت 3 ولسه ما خلصتش لحد دلوقتي. اصلها اتاخرت في المحكمه وعندها دلوقتي اجتماع مهم. اجتماع؟ ازاي ما داش مكلام؟ دي حامل يا هانم. اللي زيها لازم ترتاح في البيت وتحافظ على اللي في بطنها، مش تفضل تجري من المحكمه والمكتب طول النهار. 100 مره قلت لها ان شغلانتك دي شغلانه رجاله مش شغلانه نسوان. عن اذنك. فتحي بيه. اصلها ملخومه في الشغل. اتفضل حياتك استريح عقبال ما تشرب القهوة تكون خلصت الاجتماع. يعني ايه؟ ابقى جوزها ولا اقدرش ادخل عليها؟ طب انا هبطلها الشغلانة دي. هقفل لها المكتب وهقعدها في البيت. انا برغي معاكي ليه؟ جراسب احنا مش اتفقنا ان الشغل يبقى خفافي؟ معناته ايه لو قعد في المكتب لحد دلوقتي وانت حامل؟ لما الدكتور يقول لك لازم ترتاحي في البيت يبقى لازم تسمعي كلامه. ولا يعني انا لازم ارمي عليك يمين الطلاق عشان ما تعتبيش هنا. لا مؤاخذه يا حضرات. من هنا ورايح مفيش قضايا. الست من بكره هتقعد في البيت. دوروا لكم على محامي تاني يكون راجل. مع السلامه. ده مكتب انا. وانا اللي حافله. الضرر غالي يا هانم. يا ليلى يا بنتي، انت ست مثقفة وزوجة الرجل أعمال ناجح، يعني تقدري تستريحي من الشغل مدة الحمل وبعد الولادة ترجعي لشغلك تاني، ثم إنك محامية ناجحة وممكن مكتبك يشتغل وانت في الأجازة. أيوة يا دكتور، كل كلامك ده مظبوط، بس أنا دلوقتي بطلب منك طلب إنساني. انت عارف كويس الخلافات المستمرة بيني وبين فتحي. أنا تربيت يتيمة، محرومة من أمي وأبويا، تعبت، مش عايزة أعيد الحياة دي تاني، وأجيب طفل يتعذب بين أب وأم مش هيستمروا سوا. أرجوك يا دكتور، تعبانة، أنا تعبانة وتفهمني كويس. لسه صاحية؟ أنا عارف إنك لسه زعلانة مني. صراحة ربنا أنا كنت بايخ، بس أنا كمان معذور. أنا خايف على الواد الشقي اللي في بطنك. على العموم حقك عليا. من هنا ورايح مش هعمل أي حاجة تضايقك. بس أنت كمان ما تتعبيش نفسك في الشغل أكتر من اللازم عشان خاطري وخاطر الواد الشقي اللي في بطنك ده. ده انا مستنيه بقالي 6 سنين. الله، ايه؟ ما بترديش عليا ليه؟ خلاص. خلاص ايه؟ ما بقاش في ولد شقي. يعني ايه؟ سقطت نفسك؟ ما كانش ممكن اعمل غير كده. ايه؟
انت اكيد اتجننتي. ده انا حوديكي في داهيه والدكتور بتاعك هو كمان حوديه في داهيه. انت مجرمه وهو مجرم. ده ابني من صلبي. ازاي تحرميني منه وانا مستنيه بقالي 6 سنين؟ مش عايزه اخلف منك. ليه؟ فهميني ليه؟ وانت في الكليه كنت مشغوله بمذاكرتك. صدقنا وامنا. دلوقتي حجتك ايه؟ المكتب؟ طز في المكتب. انا عندي فلوس كتيره شقيت وتعبت لحد ما عملتها. هسيبها لمين؟ ردي عليا. سيب ايدي. كده اهو. قولي لي عملت كده ليه؟ لاني مش ناويه استمر معاك اكتر من كده. بتكافئيني على كل اللي عملته عشانك؟ خلاص خدت شهادتك وبقيتي محاميه قد الدنيا؟ ما بقتش من مقامك؟ بس ما تنسيش ان انا اللي عملتك. لا، شغلي واجتهادي هم اللي عملوني. كدابه. فلوسي هي اللي علمتك وفتحت لك المكتب وخلتك بني ادم الناس تحترمها. الناس بتحترمني غصب عنك وعن فلوسك، لاني انسانه محترمه ومتعلمه مش جاهله زيك. أنا ما عملتش حاجة، صدقيني أنا ما عملتش حاجة.
اقعد يا سهام. ربنا يخليكي يا استاذه. انا عايزاكي تقولي لي كل حاجه بصراحه. انا بريئه بريئه صدقيني، وارجوكي توقفي جنبي، انا بريئه. طب اهدي اهدي يا سهام. ها قولي لي ايه اللي حصل بالظبط. ابدا، امبارح الفجر رجع البيت سكران مش داري بنفسه زي كل يوم، يا دوب كلمته علشان يفوق يحس بالانسانه اللي رميها في البيت. نزل فيا ضرب ضرب، فتحت دولاب طلع المسدس جريت عليه علشان احوشه، ايده اتلوت والرصاصة جت فيه. ايه الاخبار؟ طمنيني. لا كويسة جدا، انا شخصيا مطمنة. موقف سهام دفاع عن نفسي 100% والبراءة مضمونة. الحمد لله. وانتي عملتي ايه؟ فتحي عرف؟ ايوه عرف. بصراحة بقى يا ليلى انتي غلطانة. وحياتك يا دولة كفاية، انا حاسة اني لسه في حلم. الحقيقة الوحيدة اللي لقيتها في حياتي الجنين اللي كان جوايا، انما في الوقت نفسه ما كنتش عايزاه يبقى شريط بين اب وام مش عارفين هيستمروا مع بعض ولا لا. انا لسه مصرة ان الطفل ده كان ممكن يغير حاجات كتير في حياتك انت وفتحي. يعني لو كان في طفل بين سهام وجوزها ما كانتش علاقتهم وصلت للدرجة دي. دولة انا في عرضك، كفاية كلام في الموضوع ده. عمار مين اللي قال الكلام ده؟ مهندس البلديه هو اللي اكتشف الحكايه دي. يعني احنا واخدين من الارض متر ونص زياده؟ ايوه. طب مين اللي عمل كده؟ المهندس بتاعنا ده. هادي مشكله المتعلمين، خريج جامعه يغلط وخريج الجامعه التاني يكتشف له غلط، وانا اضيع في الوسط. اعمل فيكوا ايه؟ بس الجامعه تتشطر وتخرج لي بناس وانا عاين عندي واتدبس. قال من لا يسوى فتح بيه. ما هو لو كان المهندس اللي رسم المتر ونص زياده ده شال الغلا اللي انا شلته في اول عمري ما كانش غلط الغلطه المهببه دي. تعال معايا سريفة نروح المكتب نشوف الحكايه دي. ايه مالك؟ يا اخي الكلى دي مسيباني. ظاهر نوبة حديني تاني. يلا بينا على البيت. هو البيت عاد فيه راحة؟ يا أخي بنت أخوك دي معيشاني في جحيم. أنا مش فاهم أنت كنت متحملها إزاي؟ ما هو أنت السبب يا فتحي بيه، مش أنت اللي علمتها وكبرت نفسها؟ طبعًا عرفت إنها سقطت نفسها. عرفت وعاتبتها كتير. على العموم أنتوا لسه صغيرين وبكرة تجيبوا غيره وغيره. ما افتكرش. الو، حد سأل عليا؟ البيت جه تعبان قوي ورقد السرير. تاني يا دي التعليم والمتعلمين، ما تاخدش منهم الا غلبه للصبح. اسمع، خلي الحاج فرج يشرف عليهم. يا حنفي دي فلوس عالم يا حنفي، ما وصيتش الله يخليك. اوف. اهلا بالست لابو كاتو. لا مؤاخذه، لولاش موجوع كنت ضربت لك تعظيم سلام. تعبت تاني؟ بانفاسك يا متر. علشان تبطل سهر وسكر كل ليله. يو زني بقى. ما يا ست هانم، انا لو كنت لاقي ريق حلو في بيتك ما كنت سهرت بره، لكن اعمل ايه؟ ما عنديش قضايا مستعجله عشان اتكلم معاكي فيها. ما تتكلم يا سرفعت. ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا جماعة. خلاص يا ليلى. هو أنا اتكلمت يا عمي؟ أنت مش سامعه بيقول إيه؟ هي دي طريقة اتكلم بيها واحد مع مراته؟ معلش يا ست، تعالي على نفسك شوية وتحمليني وأنا تعبان. مو أنت يا تعبان يا سكران، ده أنت بقيت تطهق. أهلاً
موجودة هنا. الحمد لله لحقتك قبل ما تخرجي. اتفضلي. لا معلش، أصل تليفونكوا جنني. هو فعلا عطلان بقاله كام يوم. ما عشان كده أنا جيت لك بنفسي، عشان تشرفونا أنتي وفتح بيه في فرح بنتي هدى يوم الخميس الجاي. طب ألف مبروك وعقبالنا دي وحياتك. في حياتك يا حبيبتي. اتفضلي ما يصحش. لا معلش، ما أنتي عارفة بقى مشاغل أم العروسة كتير، فاضية ومشغولة. ربنا يتمم بخير. أوروفار يا حبيبتي. أوروفار يا فندم، مع السلامة. فتحي، انت بتعمل ايه هنا بقالك ساعة؟ بسبغ الشعرايتين البيض. ممكن اتكلم معاك دقيقتين؟ قولي صباح الخير الاول. طيب، وجيدة هانم كانت هنا وعزمتنا على فرح بنتها الخميس الجاي. بس انا ماليش مزاج، مش فاضي. لازم نحضره سوا. اشمعنى؟ حفاظا على الشكل الاجتماعي لغاية لما نشوف لنا حل في حياتنا مع بعض. شيل الناس الشكل اجتماعي، اشمعنى ده بقى اللي هتحافظ عليه؟ كان من بقية اهلنا. انا كل اللي يهمني يا فتحي انه الناس ما تبتديش تتكلم علينا من دلوقتي، فهمت؟ على كل حال انا هروح، بس مش عشان الشكل الاجتماعي بتاعك ده، لا، عشان جوزها راجل سكرة وحبيبي وله جمايل عليا. حصل قبل كده خلافات بينكم؟ كتير. كان سببها ايه؟ سببها دايما ما بيتغيرش، كان على علاقة بستات تانيين، كان بيرجع لي سكران بالليل، لما كنت اكلمه كان بيضربني. سبق يا فندم ان اشتكيته في القسم عشان احمي نفسي منه. ايوه، وادي صورة من المحضر، اتفضل. المدعي بالحق المدني عن الورثة، عندك وقائع تمس القضية جنائيا؟ بعد إذنك يا فندم، أحب أستوضح جانب صغير إذا سمحت. اتفضل. هي قالت إنه كان دايما بيضربها بإيده. أيوه. إشمعنى المرة دي رفع عليها مسدس؟ مؤكد في سبب قوي. مفيش أي سبب يا فندم، صدقني، غير إنه كان منفعل زيادة. مسدسات في بيتنا دايما لانه مغرم بيها، وعندنا اكتر من مسدس. القتيل كان عضو في نادي الصيد وكان بيتمرن باستمرار على الرمايه. دكتور وجدي، دكتور وجدي، انا اسفه ان الظروف خلتني ابقى خصم الاستاذي. وبكره تكسبيني كمان. على العموم انا سعيد بيك قوي يا ليلى ومتتبع نجاحك. ده بفضل محاضراتك في الجامعة وتوجيهاتك ليا لما كنت بتمرن في مكتبك. العفو العفو. مبروك يا وجيدة هاني. مبروك. السلام عليكم. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. ألف مبروك. مبروك، ألف مبروك. مبروك يا هاني. مبروك يا هاني. أرجوك يا فتحي بلاش اللب هنا. ده علاج يا هانم، الدكتور قايل إنه كويس عشان الضغط اللي جبتهولي. مساء الخير. أهلا فتحي بيه. أهلا ليلى. أهلا شريف. بالله يا أخي، لسه في ناس بيتجوزوا لحد دلوقتي. أنت عارف اللي قال الله يلعن اللي اتجوزوا قبلي واللي اتجوزوا بعدي. ليه بقى يا فتحي بيه؟ عشان اللي اتجوزوا قبلي ما نصحونيش، واللي اتجوزوا بعدي ما سألونيش. ولا يا نادي؟ عن إذنكم. بس ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انت على طول كده فاضحني؟ ليه بس؟ وانا قلت ايه؟ هي دي مناسبه تتكلم فيها عن الجواز بالشكل ده؟ وحصل ايه يعني؟ انا لا اعرف الجامد ولا نافق للي في قلبي على لساني. ايوه بس قدام الناس لازم تحترمني وتحترم نفسك. انا محترم غصب عنك. انت عايز ايه بالظبط؟ ولا حاجه. عاوز منك انت ايه؟ انت خلاص انتهيت من حياتي. عريس مغفل، انا مش فاهم ملهوف على الجواز ليه وهو لسه صغير، بلا خيبه. انت فاهم ان كل الناس زيك؟ مالهم اللي زيي؟
مش هما اللي لموكي من بيت عمك اللي كانوا مطفحينك الكوته قدام طشت الغسيل؟ اخلص حياتك انت اللي دفعك تمن اللي عملتيه ده خالش. سوسن جايبها عشان تعلمك ازاي تعامل الرجالة. لا تعالي هنا، تعالي هنا، سيبني، تعالي ليلى. عشان بتحبها ولا عشان تفت عليك؟ طب ولما انت بتحبها جبتني هنا ليه؟ قوم يا اخويا اعمل معروف وصلني لحسن طيارة الكاسين اللي كانوا في نافوخي. قوم يلا. اسلام وديك الحلوين، عامله ايه في المدرسه؟ الحمد لله. نجحت السنه دي؟ عفارم عليكي. استنى يا ليلى، تعالي خدي دول. دول بقى حلاوه نجاح. كتر خيرك. من ايدين ما نعدمهاش يا ريس فتحي. العفو. ده ما كملش تعليمه، يعني جاهل يا عم. جاهل؟ بقى اللي عنده كل ده يتقال عليه جاهل؟ لا، ده انت الظاهر عليك يا عبيطة. هو صحيح عنده فلوس كتيرة، لكن ايه؟ هي دي فلوس بقى يا بنتي؟ ده رز، شوالة رز وشركات واسهم وسندات وعمله صعبه. اللي اقول يا سي رفعت، اللي زي ايه ده ما تعرفش عنده كام بالظبط؟ ده راجل عصامي بنى نفسه من شيل الحديد الخرده من العمارات اللي بتتهد لغايه ما بقى اكبر مقاول في البلد. ياه، وهيبقى عندك فيلا وعربيه وفساتين وغساله بالكهرباء بدل ما انت قاعده عماله تنحكي كده. وهيخليني اكمل تعليمي؟ يا اختي سي فتحي ما يقول حاجه في ايدي، على العموم عمك يبقى يسأل. لا.
ايه يا ليلى؟ في ايه؟ خير يا بنتي؟ كلب كلب، هي حصلت تجيب لي ست في بيتي وعلى سريري قدام عيني. فتحي مستحيل، مش معقول، انا مش قادرة اصدق. بيتهيألي في كابوس، في كابوس ده كتير كتير قوي. انا حنزل اروح لحالك. استنى بس يا رفعت لما نعرف ايه الحكاية. اهدي بالله يا بنتي واحكي لنا ايه اللي حصل. اللي حصل انه جاب لي واحدة ست من الشارع ودخلها اوضة نومي. مش ممكن واحد طبيعي يعمل كده، ده لازم يتجنن. لكن ليه؟ ايه اللي حصل بينكم؟ اتخانقنا. وايه يعني؟ ما انتوا ياما بتتخانقوا سوا. لازم حصلت حاجة كبيرة قوي يا ليلى. هزقني فرح بنت وجيه ده هانم، وبعدين هني قمتي هزقتيه قدام الناس. انا كنت هضربه. تضربيه؟ في ست تضرب جوزها قدام الناس؟ انت اتجننتي؟ طبعا، ما هو ليه نعمتك بعتيه له علشان يخليك مدير لشركته. خلاصي، انا اللي بعتك له ولا انت اللي بقيت الترضيه عشان يتجوزك؟ نسيتي لما كنت كل يوم بتنطيله في الشركه بحجج فارغه عشان تلفتي نظره؟ كان نفسك في الفيلا والعربيه، دلوقتي خلاص بقى كخه. نسيتي افضله عليكي. وانا اللي جايه اتحمي فيك تقوم تقولي كده؟ ده انا ماليش حد في الدنيا غيركم. بس يا حبيبتي، ما هو انت تصرفاتك ما تعجبش حد. مره تصعطي نفسك من غير ما تقولي له، ومره تبهدليه قدام الناس. ناقص ايه تاني عشان تعمليه؟ يا رفعت يا اخويا خش نام، انت عندك الضغط وسيب كل حاجه عليا انا. دي حاجه بقت تطهر. بس يا حبيبتي بس، حطالي مناخيرها في السماء ولا السفيره عزيزه على ايه؟ مش فاهم. يو يا ليلى يا بنتي، ده مهما كان جوزي ولازم تراعي شعوره. يعمل فيا كده؟ معلش يا بنتي، ياما الرجاله بشرها بتغلط. وما تنسيش انك محاميه ومشهوره، حطي عقلك في راسك، دي الناس كلها بصالك. لازم ترجعي البيت يا حبيبتي وتكفي على الخبر مجور. انت عارفه لو حد سمع باللي حصل ده هتبقى فضيحه، ومش بعيد الجرايد تكتب عنها. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. اجيب القهوه يا استاذه. اندهي الاستاذه دولت. حاضر. سببها انكم ما اتجوزتوش عن حب. انت اتجوزتيه عشان تهربي من حياتك في بيت عمك، وبعد جوازكم كان كل همك انك تخلصي تعليمك وتفتحي مكتب وتثبتي وجودك كمحاميه، ما حاولتيش تقربي منه. انا كنت متصوره اني هحبه بعد الجواز، بس هو كان دايما محسسني انه بفلوسه يقدر يشتري كل حاجه. وانت كمان بعتي نفسك يا ليلى، اشتريتي الشهاده والمكتب والمستوى الاجتماعي، ما حاولتيش تكسبيه. انت كل مقاساتكو ان كل واحد فيكو كان بيهتم بنفسه وبس، ولما حسيت بحاجتكو الحب كنت خلاص بعدتوا عن بعض كفايه. لا، كل ده ما يبررش تصرفه الزفت اللي عمله. الخلافات اللي بينكو باستمرار خلت فتحي مش لاقي فيك الانثى، فراح يدور عليها بره. انثى؟ انا سايحه حلقتي في فتحي انتهت، بس في حاجه واحده لازم اعرفها. فيها ايه الست دي؟ Thank you.
هات لي ازازه بيره بس ساقعه قوي عشان اغسل البلاوي بتاعت امبارح. سعادتك هات لنا قهوه ساده على روح المرحوم. مرحوم مين يا حبيبي؟ هو في مرحوم غيري. جدك ايه يا فتحي؟ دماغي هتتفرتك. على فكره الويسكي اللي بيجيبه ده مغشوش، ابقى غير الراجل اللي بتشتري منه يا اخي. ده احسن راجل بيتاجر في الصنف ده. انت عارفه بيجيب الويسكي منين؟ من السفارات. هما يستوردوه من هنا وهو يسلكوه لي من هنا. بس انا زعلانه منك. ليه؟ من ساعه الفصل المهبب اللي عملته ده وانا مش قادره اتلم على جدتي. انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ما بلاش عكنانة وخلي صباحنا حلو زي ما ابتدى. لا يا فتحي انا بتكلم جد. انا لما رجعت البيت وقعدت لوحدي فكرت في اللي حصل، بقيت اكلم نفسي. انت ايه اللي كان حصل لك ساعتها؟ كنت متنايل على عيني سكران. واضح. لكن ازاي تجيلك الجرأة تاخدني لمراتك وتدخلني عليها في اوضه نومها؟ تستاهل. هي السبب في ده كله. دي وليه مجنونه وناويه تجنني معاها. الهانم عامله لي فيها فيلا على ايه مش فاهم. تصوري كنا في فرح ونسيت نفسها في وسط الناس ورفعت ايدها عليا. طبعا محاميه بقى. محاميه ايه وزفت ايه؟ ده انا اللي عملتها. هي كانت لاقيه اللضه. فلوسي هي اللي خلتها بني ادمه. ودلوقتي قال ايه كره تخلف مني وراحت سقطت نفسها. غريبه. في ست ما تحبش تخلف. صحيح يدي الحلق للي بلا ودان. انت عارف جوزي الاولاني طلقني ليه؟ عشان ما بخلفش. طب والتاني والتالت؟ دول بقى انا اللي طلقتهم. ليه؟ اصلهم ما كانوش في الفورمه. يا بنتي ليه؟ مش عارف يا سوسن، انا لو ما كنتش عرفتك حياتي كان بقى دمها تقيل قوي. يعني انت ما تعرفش غيري؟ تلاقيك يا ابن الام داكن لك على اتنين تلاته جنب مني. فشر. انت اللي على الحجره يا روحي. طب ده انا مش قادر انسى اليوم اللي جيتيلي فيه المكتب عشان اكلم لك صاحب العماره اللي كان ناوي يجيب لك البوليس ويطردك من الشقه، وانت عارفه ليه طبعا. ما تفكرنيش. ده كان يوم اسود. اسود؟ انت شايفاه اسود؟ ده اليوم اللي عرفتك فيها حياتي، ومن ساعتها وانت ربطاني. اوعي تكوني عامله لي عمل. عمل؟ ما يحوقش فيك يا روحي. سبت البيت بقى نص النوم في عز الليل. ايه اللي رجعت تاني؟ انت سكران. ادخل نام وخلي ليلة تعدي على خير. ارفعي وشك من على الملفات وكلميني. نفسي اشوفك مرة من غير نظارة. بلاش سخافة بقى، دي مصالح ناس. ايه يعني ما تتأجلش للصبح؟ ولا يعني صاحبها ده خلاص متعلق على حبل المشنقة؟ فعلا دي مسألة حياة أو موت بالنسبة لصاحبتها. قضية واحدة ست؟ أيوة واحدة ست دفعت عن كرامتها بالأكل. يا حفيظ ليه؟ قتلت ابنها هي كمان؟ لا قتلت جوزها. يا ساتر. بس على أي حال يعني جايز اللي قتلت جوزها دي كان عندها أسباب. الدور والباقي على اللي قتل الطفل بريء ملوش ذنب. تعرف قتلت جوزها ليه؟ لأنه كان بيخونها. بس ما وصلتش بيه الوقاحة انه يجيب لها واحدة من الشارع في أوضة نومها قدام عينيها.
صباح الخير. صباح النور. ممكن ادخل؟ اتفضلي. لا مؤاخذة، النهارده الاثنين والمكواجي قافل. تحب تشربي حاجة؟ متشكرة. تلاقيكي بتقولي انا ايه اللي جابني هنا بعد اللي حصل؟ بالعكس، انا كنت عارفة انك هتيجي تدوري على فتحي عندي. تلاقيكي مستغربة ليه فتحي يعرف واحدة زيي، وليه رجالة كتير بيسيبوا بيوتهم ويعرفوا اللي من نوعي. ايوه صحيح، هو ده السؤال اللي محيرني واللي جيت علشانه هنا. مش عارفة ارد اقولك ايه، انا واحدة مش متعلمة، لكن كل الرجالة اللي عرفتهم من الطبقة اللي بيقولوا عليها طبقة المثقفين، لدرجة ان منهم واحد قال لي اعمل بيتي ده صالون. النبي فرحت، قلت هم قرشين يجوا بالحلال. اتاري المنايل، قصده صالون ادبي مش محل كوافير. اوعى تكوني اتضايقتي مني، انا من مراري بتريق على روحي. غريبة، انا كنت فاكرة ان واحدة زيك لازم تكون سعيدة. سعيدة منين بقى؟ وانا كل الرجاله اللي بيقولي خارج بيوت رجاله هربانه من نسوانهم واللي بيعملوا فيهم طول النهار بطفح انا بقى طول الليل. وفتحي واحد منهم؟ لا، فتحي جوزك ده بقى حاله خاصه. صوري يوم ما خدني على البيت كنت فاكره اني رايحه شقه مفروشه، ما كنتش متصوره اني هدخل اوضه الاقيكي قاعده فيها. طبعا يوميها انا كنت سكرانه طينه، لا كنت عارفه انا بعمل ايه ولا بنيل ايه، لكن كل اللي فاكراه ان بعد ما سبتيه ومشيتي سابني وقعد يعيط. فتحي كان بيعيط طول الليل وحياتك، وطبعا قعد يشتكي لك مني. بصراحه ما كنت سامعه حاجه خالص، كانت وداني بتصفر، لكن كل اللي فهمته منه ان عمرك ما عرفت ترضيه. وعلشان كده جالك. طبعا الظاهر انك زي كل الستات اللي بتتجوز تطمن ان جوزها جنبها وبعدين تنشغل عنه. انت سافله ولا استاهل اني جيت هنا؟ ما تزعليش قوي كده، لو كل الستات اللي زيك فاقوا شويه رجالتهم ما كانش هيبقى لي عيش في البلد دي. قبل الجواز كان هيموت عليا، ما صدق انه اتجوزني وعلى طول اتحول لانسان تاني. اناني، ما بيهموش الا نفسه وبس. ايه الدليل على الكلام ده؟ عمره ما كان بيصرف عليا، بالعكس كان بياخد مني فلوسي. والفلوس دي بتجيبيها منين؟ من شغلي عند الاستاذه ليلى. مالكيش اي ايراد تاني؟ لا يا فندم. بس انا شايف يا فندم ان المظاهر اللي عايشه فيها المتهمه تؤكد ان مصروفاتها أكتر من مرتبها مهما كان كبير. يعني مثلا عندها عربية. يا أستاذ وجدي ده سؤال شخصي. طيب ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. دول متجوزين أكتر من 5 سنين، طول الفترة دي ما جابوش أطفال، ليه؟ برضو ده كمان سؤال شخصي. يا أستاذة ليلى القضية كلها شخصية لأنها بين زوجين. أنا مصر على رد المتهمة. المتهمة ما كنتش عايزة أفضل معاه أكتر من كده، لأني ما كنتش بحبه. طب ليه كانت عايشة معاه غصب عنها؟ ما طلبتش الطلاق منه ليه؟ لأنه كنت محتاجة له ماديا. ثبت يا هانم إن جوزك اللي بتقولي عليه أناني وبخيل، ثبت إنه شغل ابن أخوكي في الشركة، وواحد قريبك في أبو ظبي، وإدى لخالك شقة من غير خلاوة في عمارته الجديدة، مش كده؟ ده رأيي يا ليلى، مش تخفي عليا شويه؟ هو انا كنت بعلمك عشان تشطري عليا؟ هو في حد يقدر يتشطر عليك؟ دكتور وجدي انا ملاحظه ان في حاجه غريبه في القضيه دي. زي ايه؟ اهل سهام عمرهم ما زاروها ولا سالوا عنها. معقوله في ام تبقى عارفه ان بنتها متهمه في قضيه قتل؟ يعني ممكن يكون مصيرها الاعدام وما تجيش تشوفها ولا مره واحده. برافو يا ليلى، دي نقطه هامه ممكن تساعدك قوي في القضيه. انا فعلا لازم اعرف السبب. يا اختي شايل ده كله على قلبك، هاتها.
ده انت الليله دي جاي جاهز قوي. وانا من امتى ما كنتش جاهز يا حياتي؟ بالمناسبه في لك عندي خبر مش ولا بد. خير؟ مراتك كانت هنا امبارح. ايه؟ واللي عرفها طريق الشقه؟ يا سيدي اللي يسال ما يتوهش. اه طبعا، ما انت شقتك صوتها عالي. فتحي خف. طيب خف ايه؟ المهم احكي لي ايه اللي حصل. ولا حاجه، كل همها كانت جايه تعرف انت سبتها ليه عشان واحده زيي. الا صحيح ليه؟ دي ست طيبه وغلبانه. الطيبه الغلبانه دي انت ما تعرفيش عملت فيا ايه. اسكتي اسكتي. ما انت راخر بهدلتها وبهدلتني انا كمان معاها، انت نسيت ولا ايه؟ طيب قفلي بقى قفلي. اهو انتوا كده يا رجاله تعملوا كل غلطه وغلطه قد دماغكم وبعدين تقعدوا تفلسفوها. ليه بقى؟ انت شايفه ان علاقتي بيك علاقه فلسفيه؟ معرفش. انت بقى شايف ايه؟ انا بقى ريحت دماغي، الغلط والصح عندي كله محصل بعضه. اهو انت كده ريحت دماغك، انا بقى اللي مش عارف اريح دماغي. كنتيش قلت لي الكلام ده قبل ما تهبب واتجوز؟ يا لهوي، طب ده جوازك هو اللي جابك عندي. على العموم يا روحي انا عارفه انك جاي هنا عشان تنسى، اطمن حنسيك اهلك. انا ما بقاليش اهلي غيرك دلوقتي. اهو كلام، بس هيجي لك يوم وتنساني انا كمان. ايه اللي بتقوليه ده؟ وانا اقدر استغنى عنك انت يا جميل؟ يا اخويا بكره تدور على غيري وغيري وغيري لغايه ما تتعب وبعدين ترجع تعيط لمراتك. تليفون. الو. ايوه عدنان، مش معقول جيت امتى يا اختي وانا بقول مصر نورت. بقول لك ايه، هشوفك الليله دي مش كده؟ طب اسمع، انت تكلم عزمي وتيجي على هنا خلاص، وانا هكلم باقي الشله. مع السلامه. مين عدنان ده اللي هيجي يعتن علينا القعده؟ لا يا روحي، عدنان بيه ده راجل مليونير، ده بقى بتاع السفر بتاع العمله الصعبه، وانت بقى قادرة بفرق العمله مش كده ولا ايه؟ عن اذنك اما صح اللي نايمين في العسل. قومي اصحي انت يا بنت، انت وهي قوموا اصحوا كده. ها يلا صحصح، يلا عندنا شغل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا ترى هتقعد معانا في مصر كتير؟ ايه والله بدي اسافر هلا بعد يومين. يا كتير، هو احنا لحقنا نشبع منك يا راجل؟ يلا بصحتك. الله، انت جسد فاضي ليه؟ معقولة دي؟ يلا. والازازة كمان فاضية؟ ثانية واحدة يا روحي. بعد اذنك عدنان. Thank you.
وريني ملفات قضيه الجنيتي كلها لانهم استأنفوا الحكم. طيب يا دولة، وما تنسيش بكره الصبح تجيبيني عنوان اهل سهام علشان لازم ازورهم. مع السلامه. الحمد لله على السلامه. كنت بتكلمي مين؟ بكلم مين يعني ايه؟ بكلم دولة شغل. انا افتكرتك بتدوري عليا. دور عليك؟ ما انا عارفه انت فين. ايوه طيب فتحي، احنا لازم نسيب بعض كده اهو على طول. اظني بعد اللي حصل بينا مش ممكن اعيش معاك. بس يكون في علمك انك لو خرجت من هنا مش هتخرجي الا بالهدوم اللي عليكي. هي دي الهدوم اللي انت جايبها لي؟ لو كنت فاهم ان الهدوم دي قعدت معاك تبقى غلطان. انسى ده كان زمان. بس 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 الحكايه ما تستاهلش ده كله. انا اللي هسيب لك البيت لانه بيفكرني بالسنين الزفت اللي عشتها معاكي. يعيشوا هناك وزي ما انت شايف قاعد هنا لوحدي.
وإذا أهم الوحدة عم أمين طبعا. حطد حطد يا بيه. أصل يعني اسمح لي بدلجولة، النفر لما يعيش في الدنيا دي من غير خليل يا بيه يبقى عامل زي الشجرة العاجر، لازم تنجز. أنا كمان زي أهم الوحدة عم أمين. وحضرتك لم مؤاخذة وحيد لي يا بيه، ده انت عايش يعني يا صلاة النبي في بيت زي السرايا، ولا يعني البيت ده كله مش مكفي العيال يا بيه؟ أنا ما عنديش أولاد، أنا عندي السرايا لكن فاضية، وأنا عندي العيال ومش لاقي حتة تقويهم. إنما لا مؤاخذة يا بيه، سيادتك ما عندكش عيال ليك كفر الله الشر. مراتي، مراتي هي اللي مش عايزة يا عم أمين. ما عايزاش؟ ما عايزاش ازاي يا سعادة البيت؟ ده انت لسه شباب ومن حقك تتجوز واحدة تحب العيال. ايوه ده الشرع بيقول واحدة واثنين وثلاثة واربعة كمان. انا لسه هتجوز تاني يا عم امين. عندك حق يا بيه، خليك كده احسن. ده لا دوشة عيال بلا غيره. ما هو شوف يا بيه، لا اللي عنده عيال مرتاح ولا اللي ما عندوش مرتاح. وعلى رأي المسأل الدنيا ما بتديش عايز. الو سوسن، وعرفت ازاي ان انا هنا؟ اول ما الناس اللي عندي مشيت طلبتك في البيت، ردت عليا الهانم وطبعا ادتني كلمتين في العرض. قلت هتروح فين غير في مكتبك مادام لا عندي ولا عندها. فتحي انا عندي حل لحياتنا مع بعض يا روحي. إذا كانت الناس اللي بتيجي هنا بتضايقك، أنا أقدر من بكرة ما أخليهمش يعتبوا الشقة. بس أنا بقى ليا شرط واحد. إيه هو؟ نتجوز. ما شاء الله على الأفكار الهايلة اللي بتجيلك على آخر الليل. أنت إيه بتتريق؟ أستغفر الله العظيم. معقولة؟ إيه هو اللي معقول يا روح ماما؟ مش أنا أحسن من الأبوكاتو بتاعتك؟ اللي مرارة عشتك وكل يوم فاتحه لك تحقيق. الله يرضى عليك يا سوسن، ما تجيبيش السيره دي دلوقتي، انت مش دريانه باللي جوايا. ده ضايع خالص. والله انت اللي جايبه لنفسك. مستني ايه؟ والعيشه اللي انت عايشها دي، متجوز ومش متجوز. انت يا راجل انت مش كل يوم هنا؟ انتوا بتكذبوا على مين؟ على الاقل انا ست واضحه وصريحه، وعمري ما كذبت على حد. ولا عليك انت بالذات. انت ايه بس اللي طايق في دماغك دلوقتي وعايزه تتجوزيني؟ ناقصك ايه؟ هزودك حاجه؟ أبقى ست محترمة، الناس تعمل لها حساب، أطمن على روحي وعلى مستقبلي، وفي الوقت نفسه أمسكك في إيدي وما تزوغش مني. أنت عبيطة مش فاهمة حاجة. أنت فاهمة يعني إن الراجل لما يحب يزوغ الجواز هيمنعه؟ طب ما أنا أهو متجوز وعايش معاكي. كان الجواز منعني في إيه؟ تعرف يا فتحي أنت مشكلتك إيه؟ إيه هي مشكلتي؟ أنا نفسي مش عارف هي إيه مشكلتي. أنا عارفاها. انت لسه بتحب مراتك ومش قادر تستغنى عنها. يا ما كان نفسي اقابل طول حياتي راجل يحبني قد ما بتحب مراتك. ما كنتش وصلت للي انا فيه. صباح الخير. صباح الخير يا ست هانم. حضرتك والدة سام مش كده؟ ايوه. انا ليلى عبد السلام المحاميه. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. شكرا. اهلا. تشربي حضرتك ايه؟ لا معلش، انا جاي اسالك ليه ما بتجيش تزوري بنتك وتسالي عليها؟
ما تتصوريش قد ايه الحكايه دي مأثره على نفسيتها. ايه المنعك انك تشوفيها؟ انا دي واحده ما تستاهلش، هي اللي اختارت قضاها بايدها، ده موتت راجل ضفره برقبتها. يا استاذ يا ست هانم، جوزها ده كان راجل ولا كل الرجاله، اتجوزها وسدتها وعملها هنومه قيمه وسيمه اللي ما خلاها ناقصه حاجه. صح؟ ما ترد يا وليه، قولي صح. صح. محدش يقدر ينكر اللي عملهولها، مش هي بس، واحنا كمان شافها وشافنا كلنا، مسواها الجنة بقى ونعمها. شافكم؟ شافكم ازاي يعني؟ انا مش فاهمة. اصل الله يرحمه كان راجل سكرة غني، الفلوس عنده بالكوم. صح؟ ما ترد يا وليه وقولي صح. صح يا سيبيومي، صح. نفعنا ونفعها، هو اللي سكننا في شقة ما شاء الله طول وعرض، بعد ما كنا ساكنين في أوضة فوق السطوح، ده ما كانش يفوت شهر من غير ما يعدي على أمها يديها اللي فيه القسمة. أنا وهي كان متولانا، مسواها الجنة بقى ونعمها. كل ده مش مهم، انتوا لازم تزوروها. أرجوك يا أستاذة، لا أنا ولا مراتي هنزورها، ولا نحب حد من ناحيتها يزورنا. أنا جيت هنا علشان مصلحة بنتكم، وكان بيتهيألي إنكم لازم تخافوا عليها. انتوا عارفين كويس إنها ممكن تتشنق. بستين داهية، دي لازم تاخد جزائها. الست النظيفة ما تقدرش ترفع عينها في عين جوزها، مش تقتله. يا اخواتي الزمن المش هقلب ده. ابو سهام ده جوزي، ابوها مات من 20 سنة. عشان كده؟ عشان ايه يا هانم؟ قصدي ان سهام محتاجه لكم اكتر من اي وقت فات. ايه بقى محتاجه لنا ولا ياش محتاجه له؟ طب احنا هنعمل لها ايه؟ هنصرف لها على المحاميين منين؟ ما قتلت الراجل اللي كان فيه الخير خلاص، الله يرحمه كان رجلا والرجال قليل. عجبنا بقى اللي عرفتها له، لولايا ما كانتش اتجوزت واحد زيه. وحياتك انا اللي جبته لها لحد عندها عشان يشتريها، مش كده؟ انا عارفه ان سهام ما كانتش بتحبه. نعم ما بتحبوش، دايما حفيت عشان تتجوزه، دي كانت بتطرده يا هانم قصاد عينيا، وانا اطنش. تطنش علشان تبقوها وتستفيدوا من وراها زي ما غيركم عملوا كده. ست هانم، ست هانم من فضلك تعالي هنا. وليا رايحه فين؟ مع السلامة يا ست، في حفظ الله ورعاية الطفل. اتفضل يا بيه. هات لي كوباية مية يا صالح. حاضر. أهلا وسهلا فتحي. أهلا ست دولة. أمال فين ليلى؟ سافرت اسكندرية من امبارح، راحت تقابل عيلة سهام. اتفضل. سلامتك يا فتحي بيه. الله يسلمك. خلاص مبقاش في راحة لا في البيت ولا في الشغل، أنا زهقت خلاص من كل اللي حواليا، ناوي أني الشغل كله على بلد تانية وأهرب من هنا. عشان كده كان نفسي أشوف ليلى قبل السفر.
انت عارفه طبعا انها طالبه الطلاق مش كده؟ يعني احنا حياتنا دي عامله زي عماره اتبنت من غير اساس، كان لازم تنهار. انا جايز اكون جرحت ليلى، مش جايز انا جرحتها فعلا، بس هي كمان جرحتني، جرحتني في مخي، مخي ده اللي ياما بنى وعلى. اهلا ليلى. يعني جاي بدري النهارده، لازم مستعده لي تمام. انا امبارح رحت قابلت اهل سهام. برافو، وطلعت بنتيجه؟ طبعا. اصل اللي حصل للبنت دي حصل معايا بالظبط. سهام مظلومه 100%. ازاي بقى؟ اهلها باعوها الراجل غني واستفادوا من وراها، وادي نتيجه الجواز من غير حب. غريبه الكلام اللي بتقوليه ده يا ليلى. انت لما اتجوزتي كنت لسه بتتمرني عندي، وانا فاكر ايامها كنت في منتهى السعاده. لاني كنت لسه صغيره وفرحت ايامها بحاجات اكتشفت بعد كده ان ملهاش اي قيمه. ليلى في ايه؟ انا وفتحي بنتطلق يا دكتور وجدي. ايه الكلام ده؟ ليه يا ليلى؟ لاني اتجوزت بنفس طريقه سهام، بس الحمد لله اننا ما وصلناش لدرجه القتل. بس جوزك شخصيه ناجحه، انسان طيب. يا ليلى الزوجة العاقلة هي اللي تقدر تحافظ على بيتها مهما حصل. يا دكتور ده باستمرار محسسني ان هو اللي عمل مني كل حاجة، ده باستمرار بيجرح كرامتي. انا حاسة ان في بينا حاجز ازاز، شايفة منه فتح لكن مش قادرة اوصل له. الحاجز ده سبب تعليمك اللي حطك في مرتبة اعلى منه. بصراحة مشكلتكم دلوقت هي عدم التكافؤ. حد يسأل عليا؟ الست دولة جوه. اهلا يا دولت. اهلا يا ليلى. اتاخرت ليه؟ ده فتحي جالك المكتب. عايز ايه؟ عاوز يطلقك. مش هو ده اللي انت عايزاه؟ فتحي قال انه زهق من حياته خالص، بيفكر يسافر وينقل كل شغله بره. يعني فعلا هيطلقني؟ ايوه هيطلقك، هيسيب لك الفيلا والعربيه وكل حاجه انت عايزاها. سكت ليه؟ هو فاكر ان الفلوس هي كل حاجه؟ لسه برضه بيتكلم من جيبه. ايوه الفلوس هي كل حاجه، انت لولا فلوس فتحي ما كنتش اتعلمتي وبقيتي محاميه لها قيمتها ومركزها. ما تزعليش مني يا ليلى، أنا صحيح بشتغل عندك وباخد مهيتي من مكتبك، لكن يا دوب بتكفيني هدوم ومواصلات، وفلوس جوزي هي اللي معيشاني ومعيشة ولادي. ليلى، أنت طول عمرك بتتكبري على فتحي بشهادتك، مع إن في آلاف الستات معاهم نفس الشهادة، وأنا واحدة منهم، لكن صدقيني قليلين هم اللي نجحوا في حياتهم زي فتحي. كفاية يا دولت، أنت عايزة إيه؟ أنا مش عايزة حاجة أبدا. بس فتحي صعب عليا، لقيته انسان. بصراحة ليلى فتحي انظلم معاكي. أنا مضطرة دلوقتي أمشي، هبقى أتصل بيكي بالليل. بتعمل ايه؟
زي ما انت شايفه. رايح فين؟ وانت من امتى بيهمك رايح فين ولا جاي منين؟ سايب لك البيت وماشي، مش ده اللي انت عايزاه؟ فتحي انت مش قادر تفهمني. ولا عمرك هتفهميني. احنا خلاص حياتنا انتهت مع بعض. انت من نهايتها يا فتحي بمعاملتك ليا. انا؟ طب انا راجل جاهل ما اتعلمتش. تقدري تقولي انت التعليم عمل لك ايه يا ست يا مثقفه يا متعلمه؟ خلاكي تسقطي نفسك وتقتلي طفل ملوش ذنب وتحرميني منه. خلاكي تبعدي عن بيتك وعن جوزك. لما انت طلبت انك تتعلمي كنت فاهم انك انت هترفعيني معاكي، قلت ايوه على عيني وعلى راسي من فوق. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ خدت شهادتك من هنا وقفلت على روحك من هنا. فتحت لك المكتب اللي انت عايزاه بفلوسي وشقايا وتعبي. ما خليتش نفسك في حاجه. تقومي تتقلطي عليا انا؟ تمرري عليا عيشتي؟ ليه؟ عملتلك ايه؟ قصرت معاكي في ايه؟ قوليلي. فتحي شكلي مش عاجبك؟ شعري مش مسبسب؟ ما بلبسش على الموضه؟ تصرفاتي بلدي؟ طب ما انا معذور، ما اتعلمتش زيك. لكن انت عذرك ايه؟ لو كنت اديتيني ريق حلو زي الستات ما بتعمل مع رجالتها كنت قدرت تغيري حاجات كتير فيا. انت ما اديتنيش فرصه يا فتحي. الله يسامحك، كل ده وما اديتكيش فرصه. على كل حال الوقت فات على الكلام ده. انا خلاص سايب لك البيت وماشي. مش هتشوفي خليتي تاني ان شاء الله، برضو مش هينقصك حاجه. انت طايق العيشه دي ازاي؟ دي حياتي يا فتحي وانت عارفها كويس. ايوه ايوه بس انا. انت لك بيتك ومراتك. خلاص سبته، سبت كل حاجه وجيت علينا. بدل ما تنزل في لوكاندا مش كده؟ سوسن انا ايه بتحبني؟ لو قلتها دلوقتي مش هصدقك ومش هارضى بيها. تعرف ليه؟ عشان انت بتحب مراتك وعمرك ما حبيت ولا هتحب غيرها. يا فتحي انا عارفه نفسي كويس، انا بالنسبه لك محطه بتستريح فيها من همومك ومشاكلك. يا سوسن ساعديني، انا خلاص ما بقتش لاقي حل. يا اختي ليه كل الرجاله اللي بيجوا هنا فاكرين ان عندي الحل ومحدش فكر فيا؟ انا مشكلتي انا. ايوه انت عندك حق فتحي، احنا حياتنا مش ناقصه تعقيد. ارجوك خلينا اصحاب احسن، اكيد في يوم من الايام هتحتاج لي او انا هحتاج لك. يلا خش استريح جوه، متزعلش بقى. يلا هرجع لك اول الناس اللي جوه دي ما تمشي. خلاص الو. اهلا يا دولت. حصلت مفاجأة فظيعة في قضية سهام. بتقولي ايه؟ جوز سهام كان عايز يقتلها لانه ظبطها مع راجل في اوضة النوم. انت جبتي الكلام ده منين؟ ده مش كلام انا، ده كلام الراجل اللي كان معاها بعد ما قبضوا عليه. راجل مين؟ وجابوه منين وعرفوه ازاي؟ من الشهود، واولهم بواب العماره اللي كان بيشوفه دايما وهو بيجي لها وجوزها غايب.
يعني سهام كذبت عليا. طب ليه؟ ليه؟ ليه كذبتي عليا؟ أنا المحامية بتاعتك، كنت لازم تقولي على كل حاجة عشان أعرف أنا فين من القضية. ما قدرتش ما قدرتش، أنا كنت ضايعة. أنت مش ضايعة وبس، أنت حقيرة سهلة. لما أنت مش عايزة جوزك ما سبتيهوش ليه؟ مش عارفة مش عارفة. جوزك كان إنسان وكان بيحبك، صرف عليك وعلى أهلك، جريتي وراه عشان تتجوزيه، كانت بتغريك فلوسه. عايزة إيه تاني دلوقتي؟ عايزة إيه تاني؟ عايزة إيه تاني؟ مش عايزة أموت مش عايزة أموت. دلوقتي مش عايزة تموتي بعد ما خلاكي بني آدمة، بعد ما دخلك الجامعة وفتح لك مكتب وخلالك اسم وبقيتي حرم فتحي بيه المقاول الكبير. لو كنت فضلتي في بيت عمك كنت هتفضلي خدامة. عارفة يعني إيه خدامة؟ فتحي ده برقبتك برقبتك. فتحي فتحي ده مش جوزي، ده جوزك انت. فلوس فتحي ما كنتيش اتعلمتي ولا بقيتي محامية لها قيمتها ومركزها. كان نفسك في الفيلا والعربية، دلوقتي خلاص بقى كخة، نسيتي افضاله عليك. انت بتتكبري على فتحي بشهادتك، مع ان في الاف الستات معاهم نفس الشهادة وانا واحدة منهم. بس جوزك شخصية ناجحة، إنسان طيب. يا ليلى، الزوجة العاقلة هي اللي تعرف تحافظ على بيتها مهما حصل. زوجتي
الدكتور دكتور دكتور الو اديني فتحي بيه. ايوه انا المدام. راح فين؟ طب اسمع، عندك نمرة شركة العبد؟ اديها لي. شكرا. الو شركة العبد؟ لو سمحت فتحي بيه عبد الحميد عندكم؟ أنا المدام. طيب لو جه ممكن تخليه يتصل بالبيت؟ متشكرة. ألو؟ أهلا يا طنط. فتحي جالكم؟ طب اكلم عمي. مش موجود. طب لو فتحي جه خليه يكلمني ضروري، انا في البيت. مع السلامه. عاوزين الست ليلى عبد السلام المحاميه. ايوه انا. في حاجه؟ حضرتك لو سمحت وقعينا هنا بالاستلام. استلام ايه؟ ورقه الطلاق.
وصلتك ورقة الطلاق. فتحي، مش هو ده اللي كنت عايزاه من زمان؟ فتحي، أنا كنت أناني، كنت عايزك تحبيني غصب عنك، لكن معلش خلاص، الكابوس اللي كان في حياتك انتهى. أنا بحبك يا فتحي، بحبك. يا أول مرة تقوليها وآخر مرة، كويس إني شفتك قبل ما أموت. ما تقولش الكلام ده، دي كريزة ما جاتلك قبل كده وراحت. المرة دي غير كل مرة، أنا حاسس بكده، شايفة أنا بموت فين وعندي مين؟ مش في بيتي ولا على سريري. لا يا فتحي، انت هتعيش، انت لازم تعيش لي. انا مش ليلى اللي انت طلقتها، انا ليلى جديدة. بص لي، بص لفستاني، بص لتسريحتي. انا يا مغلطة في حقك، انا من غيرك ما اسمعش حاجة. انا حقيقي حقيقي ندمانة من كل قلبي. احنا الاتنين غلطنا في حق بعض، انت جريتي ورا النجاح وانا جريت ورا الفلوس. انا اكتشفت ان مفيش حاجة في الدنيا تساوي لحظة حب بين اتنين. علشان كده لازم تعيش، تعيش علشاني. انا ما عشتش حياتي يا فتحي. ولا انا، بس انت لسه صغيرة، الحياة قدامك طويلة. من غيرك مش ممكن اعيش، انا من غيرك ولا حاجة، هبقى تايهة شريدة. يعني بتحبيني حقيقي؟ حقيقي يا فتحي بحبك، لأول مرة في حياتي بحس اني بحبك. رغم كل اللي حصل بينا، رغم كل حاجة. وتفتكري لسه قدامنا وقت؟ طبعا يا